بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الخامس عن فضل كلمة التوحيد وعظيم أجرها يوم القيامة. روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يعني بيطلع رجل من وسط الناس كلها أمام المشهد كله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها ذنوب. يأتي لهذا الرجل 99 سجل، كل السجل الواحد الصفحة فيه مد البصر، 99 سجل كلها مليئة بالذنوب، ويعرضها على هذا الرجل ذنوبه سجلاته. فيقول الله لذلك العبد: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول الرجل: لا يا رب. فيقول له: ألك عذر؟ الله يقول لهذا الرجل: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. رب العالمين يقول له كده: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ البطاقة يعني ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فإذا أقيم الوزن طاشت السجلات ورجحت كفة لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. اسم الله لا يثقل معه شيء أبدا. رجحت كفة لا إله إلا الله وطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. انتهى الحديث، وهو يبين لنا فضل وقيمة وعظيم أجر كلمة لا إله إلا الله. إذن في هذا الحديث بيان بفضل كلمة التوحيد وعظمها وعظيم أجرها يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل كلمة لا إله إلا الله يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.